السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاوي. الموضوع ديالنا اليوم هو على غلاء الاسعار، خصوصا الدجاج اللي وصل لواحد الثمن اللي هو خيالي. كيدير اللي عنده الضيف حاصل بزاف منه كيدير، قول لك الا ما كانش الضيف ما عندكش البوبري فوق مطحون. الدجاجه كامله شنقول اكثر من بدايه الوباء وجير هنا، ما عمرها دخلت للدار ديالي باش ما نجيك من الاخر، وعندي اربعه النفوس. جدات الخوه ديالي ما تهضرش عليها، الخوه دابا جدات عليني يقارنوها مع لابوك، جدات 30 درهم 28 درهم، ملي عرفت راسي ما عمري شفت هذا الثمن مره. خاي ابراهيم، السردين هو وجبه ضد الدراوش، هو اللحوم البيضاء، لكن ما بقيناش كنقدروا نسناولوا ديك الماكله هذيك. اخي واش كتشري جدات؟ شنو تشري؟ السخرة. السخرة مكمولة كاملة مكمولة. مكمولة ما سخرنا السخرة مكمولة. نطلع الأسعار ما عمرنا السخرة تسخرنا مكمولة. كتجيبها كتقول لك 40 درهم، ما كايناش 40 درهم. كتعطيك ها هو خارج 56 درهم، تبار ما عندها 50 درهم، سيمو بيل كنخلص 6 درهم من عندها. تبارك الله. الله يعزك إبراهيم. غنسقسيك على جداد شحال وصل اليوم؟ لا خاي 29 وصل اليوم. باش يسني بحال انت ناقص درهم هو وصل 30 درهم للكيلو. لا يا السوق حيت بلاصه الدوله، ما كاينش كرا، ما كاينش موضه، ولا حساب الدوله وبلاصه. يعني دابا مسكين الكيلي عنده كرا دارون. كرا هذاك غيبيع 31 30. ما كصلح حتى شي باللي جداد تبارك الله وصل واحد الثمن اللي هو خيال. دابا الحراره السلعه ما تطلب. ما تطلب السلعه ما كايناش قليل. يعني واخا يكون قليل 30 درهم يوصل 29 درهم كيتسمى. تطلب الحراره فين هي السلعه؟ يعني الدرويش كيخلصها. الدرويش هو اللي كيخلصها. دابا نسينا الفرق بين بيع عدد الايام واش عادي واش كاين شي تغيير ولا ما كاين؟ الناس اللي كيقدروا قليل اللي كيدي اللي عنده الضيف حاصل بزاف منه كيدي، قول لك الا ما كانش الضيف ما عندكش. دابا الضيف ما يمكنش ضروري خصو يدي. مثلا شي سابعه هو كيدي ما مرتاحش. دابا انت كتقايل هنايا في السوق، كيفاش كتعامل مع الدرويش ملي كيجي يتسخر الجداد ويجبرو غالي؟ هذا اللي كيدير بحالي بحالو، هو مصدوم ولا مصدوم، كيبقاو يشوفوا بباطيه، كاين اللي كيجيو للحلا اللي زايدين، كيجي كيقول لي سمعت هذا الشيء، كيقول لي فين، كاين اللي كيبغي يدابز معايا هنا. اما انتوما بيتكم عشاريين، كتسمى انتوما عشاريين. اللي كيقول لي عشاري كيقول لي تيجيو للحلا يا زايدين الثمن. دابا ملي انت كتبيع الجداد، شنو هو الحل للانسان يعملو باش الجداد ينقص؟ الحال خصو يعني موالي السلعه ما يتاخروش، يعني ماشي حلايا هادو ما يوقفوا اللي كيسارجيو ما يجيبوش السلعه، بس حلا ما بيعوش ولا يشري ما يشريش، تسعه بزوج منو يهود، او الا ما عطوش ما هوش قالوا تما شحال البلد. دابا ما غنوجدوا هاد الجداد هادي ونشوفوا شحال عطينا في كيف. من عودرك صغوت. دفع كيلو 800. شحال هادشي؟ تجي 47 درهم. يعني الدرويش مسكين لا كان كيشبر 100 درهم في النهار، نص نهار ديال الخدمه باش يجي. نص نهار ما يكفاش، هذا ان شاء الله يكفي. دابا الفرق بين شحال هادي شحال كان الثمن ديالها اللي هو 30 درهم، جفرة اش كيديهم 70 درهم؟ دابا لا، دابا جفرة الصغار كيديهم 100 درهم. والله ماشي ساهل. فرج 90 درهم 3 كيلو 90 درهم. تسعين درهم ماشي لاعب، باقي قالوا والو، عاجي عندي فرج قالوا 10 درهم يشبر التاكسي يطلع خارج. بالنسبة لهذا الغلاء هذا راه لا حول ولا قوة إلا بالله، على البوبري فوق مطحون. دابا سينا واش باقي كتمشي تقدر تسوق السوق وتسخر ودي السوق راه للدار؟ هذه هي المسائل ديالي في النظرية ديالك، هذه غادي نخلص بها المسائل ديالي. لا والو، غنخلص بها الكرا وغادي نتسخر بها التسخار اللي كنهضروا عليه. لا يعني الانسان عنده واحد الكاروسه بسيطه كيكاس كلينيكس، يعني ما مستحيل انك تلبي هاد الطلبات، هذا مستحيل. اسمح لي نسقسيك واحد السؤال، نقول لك واش ما دخلتي جداد للدار ديالك؟ اش غادي نقول لك؟ الدجاجه كامله شنقول لك اكثر من بدايه الوباء وجير هنا، ما عمرها دخلت للدار ديالي باش ما نجيك من الاخر، وعندي اربعه النفوس. يعني دائما الخمس ديالهم دائما غادي ستارتر. يعني نقولوا الامور يعني ملي كيتزادت غير على الاسعار، يعني بطاطا طوماطيش كتزير من الامور. هو الاول كياكل الحسن الشحط، هو الاول لان هذيك هي المعيشه ديالو، هو الحوت هو الجداد هو كذا هو غير الاسد. كيفاش ماشي مع مسؤوليه الدار ديالك؟ الصراحه اخي ابراهيم مسؤوليه شي حاجه صعيبه، ولكن هي في نفس الوقت ماشي صعيبه، هما صعبوها علينا بزاف. بحال دابا ننطر لك على راسي، يلاه كنتكافى مع راسي، المهم كنخدم السيمانه ديالي، كنجيب ديك البركه، كيجي السبت الخوا كنشبروها كنمشيو للسوق، كتجبر ماتيسا كتسمى 12 درهم، بطاطا الخاوه مره 1000 فرنك، مره هو 8 درهم، المهم الحاجه لا هبطت بزاف، كتنقاش درهم جوج درهم،
كنت في الصالير ديالك كتجري عليه سيمانه الله جري جري ما تجري جري ما تجري في الاخر الخاوه كتمشي تقدى ديك القوت اليومي ديالك اللي عاد دوز يعني الاسبوع ديالك كامل اخي ابراهيم كتجبر راسك يعني خدام وما خدامش كتدور السيمانه كتجبر راسك ثلاثه ولا الاربع او ربنا خلقتهم هاد جدات الخاوه ديالي ما تهضرش عليها الخاوه دابا جدات علاني قرنوه مع لابوك جدات 30 درهم 28 درهم ملي عرفت راسي ما عمري شفت هاد الثمن مره اخي ابراهيم يا الخاوه ديالي كنقولوا لهم الله يجازيكم بخير حاولوا تخفضوا في الاشعار شويهش راه الدراويش مساكن مره مدمرين اي والله لهذا خوتنا تكايسوا علينا تجبرونا الله يرحم الوالد وضحيه كنا كنفكروا غير في الحاولي قازز ديك الخلعه ديال الحاولي موراها تفاجئنا بهاد الخلعه هادو ديال الجداد والسردين حتى السردين غندخلوا اخي ابراهيم حتى هو قال لك سوا شي ثمن اللي هو خايب ما كيسوش هاد العام هذا اخي انا كنبغي السردين هو وجبه ديال الدراوش هو اللحوم البيضاء لكن ما بقيناش كنقدروا نسناولوا ديك الماكله هذيك اخي ابراهيم دابا حتى الخضر والفواكه رجعوا غاليين ما كنقدرش دابا كندي الحاجه 4 كيلو نص كيلو باش كنقدر نادم كيدي ديك البركه نضا الامور صعيبه بزاف وهذا الشيء تزاد على الحد ديالو سي ابراهيم دابا بالنسبه لك شنو هو كتشوف الحال لهاد الامور هذا باش الحال اخي ابراهيم كيبان لي هو الانسان يقاطع واحد المده لان هاد المواد هذه ممكن تخلوا عليها واحد فتره قليله وغادي يكون النتيجه ان شاء الله لان ما عندهمش شي حاجه اللي كتبقى في الكونجيلاتور واحد المده هنا الا بقات لهم فرج الا بقى له واحد يومين ولا ثلاث ايام تما صافي مول الامانه الداء منزو يعني اهم حاجه هي المقاطعه مقاطعه الانسان خصو يكون ضامن مع بعضيسو يكون كلمه واحده باش نوصلوا لشي حاجه لان حنا دراويش كنحسوا ببعضيس دراويش كيتقاتل على بقاوت العيش اليوم العيشي باش يجيب بركه الدار ومن كيتقاتل كيمشي للسوق كيتفاجئ وانا واحد من ديك الناس هادو كيتسموا حنا بحال نقول لك ضحيه الله يهديهم هاد الناس هادو امين ايه والله الله يهدينا على بعضيسنا حي دابا ملي كتمشي للسوق مثلا دابا جداد عمل واحد الثمن اللي هو خيال واش كتشري جداد شحال تشري شحال تشري كنت تشري جداد دابا تشري تشري عاود على قدر هذا ديالك على قدر المستوى ديالك بس مشيت تشري جداد بكيلو دابا ما تقدرش تشري ما نقدرش نشريها دابا فوقاش غنقول لك فوقاش ما تسخرتي الدار يعني السخره اللي كنعرفوا حنايا بالفروطه ديالها بكل شيء ديالها لا انا جيت تسخر الفروطه ديالها ولا يعني لا من فوقاش ما تسخرتي هاد السخره هاد السخره مكموله كامله مكموله ما سخرنا السخره مكموله نطلع الاثار ما عمرنا السخره تسخرنا مكموله ما تسخرناش مكمول دائما ناقص دائما ناقص في الجدار ناقص في الحوت ناقص في كل شيء يقول المغرب ديالنا كامل عامل الحوت طاح الحوت صاحبي راه داير على السردين كيدير 30 درهم عاد دابا حنا عندنا جوج بحوره عندنا جوج بحوره والحوت غالي والحوت يدير عاد هذا كيدير 30 درهم صاحبي حالو بحال الجداد طلع بنت انا فوقاش ما تسخرتي جداد وديتها للدار ديالك بلا عاد عبيتها ب 50 درهم و 6 درهم يعني بزاف وشنو ما كناش نشريو الجداد الكخاد البيضاء كنا نشريوها ب 2500 الكخاد البيضاء خمسة هاد الزيت كنا نشريوها 50 درهم ناقصة هذاك الشيء اللي ديتيها البارح في الايام العادية ما كناش ما كنتش نديها كنت نديها 30 درهم يعني 20 درهم تقريبا 20 درهم قلنا نديها ما نقدرش ندي الجدار انا ولادي تعمل اكثر من الجهد ديالك سي موبيلا اكثر من الجهد ديالي اخي ابراهيم انت كتشوف كل شيء راه عينك الخا كتجيب كتقول لك 40 درهم ما كايناش 40 درهم كنصدق ها هو خارج 56 درهم تبر ما عندها 50 درهم سي موبيل كنخلص 6 درهم من عندي اخي ابراهيم باش ما بيتكم كتشبروا جداد غالي جداد غالي واه اليوم مخلص اليوم شحال 26 درهم كنبيعو 28 درهم يعني ربح على جوج درهم جوج درهم شنو يعتمد لك اخي ابراهيم يعني ملي تسمعوا كتريشوا بزاف كتريش كتعاد دير فيها فطور فيها الميكا ديالك فيها العالم ديالك كامل شنو كنقول بركة الله بيد النار والله ما كندي شي دراهم اخي ابراهيم قسما بالله قسما بالله اذا كتجبر على راس المال ديال الناس وعدي من راس المال ديال الناس اللهم هذا منكر اخي ابراهيم كيما شفتوا كان هذه هي الاراء ديال الناس في الشارع وانتم شنو الراي ديالكم خليوها في الكومنتر السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.